داخل عليها اهو. تقفليش التليفون بس اعمليه صامت من عندك. خير يا سراج بيه؟ ازيك يا طاهر؟ والله مش تمام. احنا شغالين مع بعض من ميتة من ساعه ما خرجت من السجن. شفت انه ما بيكدبش. هو زي ما قال. انت طلبت مني ايه؟ تساعدني اوقع حربي. وانا عملت كل اللي طلبته مني ولا لا؟ وقلت لك كل حاجه اعرفها عن حربي ولا لا؟ لا. لا كيف؟ لا انت كنت بتشتغل وتشتغل مع حربي من ورايا وسلمت لي مقبره ملكي متقلده، صح ولا لا؟ لا الحكايه مش كده خالص يا راجل. مش رحت قلت لأمين هقتل اهلك لو قلت على موضوع المقبره المتقلده؟ شفت انت؟ مش قلت لك خاين وبيشتغل مع حربي؟ مش ده اللي حصل. انا ما كانش قصدي. حربي كشفني فكنت بجاريه وكنت بشوف على طريقه اوجعه بيها. انت كذاب. كذاب كيف؟ انا قلت لك على كل حاجه. طلع العربيه يا سراج بيه. يا سراج بيه انت مش فاهم حاجه يا مهجه. ما تصدقيش انا ما بشتغلش مع حربي. يا سراج بيه اقفل الباب. فواز انت قاعد هنا وانا بدور عليك في البيت كله. بتعمل ايه يا ولدي؟ مفيش يا امنا. مفيش كيف يعني؟ قلقتني عليك. زعلان على طاير؟ ما تخافش، احنا هنقوم له اكبر محامي في البلد كلها. مش هنسيب. اخر مره شفت ابوي كانت هنا اداني الخاتم ده ووكلنا الحمام سوا. بعدها فطرنا كلنا مع بعض، انا وانت وازهار وطالع وهو. كان يوم عادي، ما عرفتش قيمته غير اليوم اللي بعده، واللي من ساعتها ما شفناش يوم حلو. واه يا فواز، لسه فاكر اليوم ده يا ولدي؟ دان انا كمان الخاتم ده. بس انت كنت صغير قوي. كنت صغير لحد اليوم اللي مات فيه. بعدها بقيت تقولي لي انت راجل، ترى ابوك في رقبتك. وانت ها كبرت واشتد عودك وبقيت راجل. بقيت خايف اخو بطار. خايف؟ عيب عليك تقول الكلام ده. تخاف من ايه وليه؟ عشان هبقى خلصت دوري. مش عارف بعدها اعيش كيف واعيش ليه. اسمع يا فواز، انت من هنا ورايح ما تفكرش غير في حاجه واحده بس، ابوك وطاره. انا ما بقيتش افكر في ابوي قد ما بفكر في طاره، وانه متضايق اننا لسه ما خدناش طاره لحد دلوقتي، وهيفرح كديه لما ده يحصل. النهارده بس عرفت ان عمري ما افتكرته وهو عايش. ما شاء الله عليك، كبرت يا ولدي. صح، تصدق عندك حق. طار يا ولدي بيسرق العمر إن ما اتخذش. دي غلطة اللي بيجروا من الطار ولا اللي بيرمح وراه؟ مالك يا فواز مهموم كده ليه يا ولدي؟ أنا عمري ما شفتك في الحال دي.
فيش هم سجنه ضايع بس يقلب عليها المواج. متخافش يا طايع، مش حاجتلك غدر وانت نايم، لازم تبقى صاحي وفي وشك. ما قلتش ليه للعمدة عن جوازي بموج؟ طالما متجوزين ماليش مكان ولا صالح بيكم. طول عمرك فنان يا جابر، عمري ما تخيلت ان اليد دي ممكن تمسك سلاح او تزور. ومين كان يصدق طايع الدكتور يشتغل مع حربي؟ مجبور. وانا زيك بالظبط، مرايه حصل اللي حصل لك. لا، انا عمري ما بيدي شالت سلاح ولا قبلت اخد الطار من صاحبي. اوعى تفتكر ان اللي منعني انك تلك حربي او غيره، كان زمانك ميت من زمان. الأذية مفيش أسهل منها يا جابر، بس ليه ما نعيش من غير هروب ولا طار ولا دم؟ ليه؟ الموت علينا حق يا طايع، كلنا هنموت. عايز 5 ليل بنهار واقفين على الناحية اللي هناك دي. الناحية دي فيها كام؟ 3 يزيدوا 2 و10 حوالين السور من بره. لو شفت واحد فيهم نايم تخه، وانا لو لمحت واحد عينه غفلت هخلص عليك وعليه. لو فار عدى قدام البيت موتوه. قالوا لي حضرتك عاوزني امسكي. مش فاهم تضربي بيه ليه وكل الجيش ده؟ لما حربي يعرف انك حبلة الجيش ده مش هيكون كفاية. يا ابوي والحد جاي يقتلني انا هعرف اضربه؟ انت مش ملك نفسك، انت دلوك في رقبتك روح تاني. لو مش هتضربي عشانك تضربي عشان اللي في بطنك. امسكي امسكي ما تخافيش. ها اضربي، انشف المال، اضرب. ها اضرب يمين يمين اضربي. ها اضربي خفيش. اضرب انشف ثاني. انت ابوك صح، اضربي اضربي انشفي. انت ابوك صح، اضربي. امك بعت لك الاكل ده ليش؟ نفس كتر خيره سراج بيه، عمل لي استثناء خلنا ندخل لك في مكتب. هو مش هيطلعك؟ شكلي مطول المرة دي. هنقوم لك محامي. تشغلش بالك يا فواز، خلي بالك من أمك وأختك وحطهم في عينيك. أنا حلمت بأبوك. أول مرة أحلم بيه من يوم ما مات. كان بيسلم عليكم كلكم. فرحت جوا كنت ناسي ملامحه. صار وامي في عيني. عارف انت بميت راجل يا فواز. موج عامل ايه؟ بطلت تروح المدرسه، ابوها قافل عليها.
بتكلمش مع حد حتى أصهار. شكلها مصدق إنك مع حربي. في مشكلة تانية. خير؟ ضاح. مضايق أزهار في حاجة؟ لا بالعكس. أمال إيه؟ أزهار قالت لي إنه شفنا وإحنا في المستوصف. وعرف إن موجه حبلة منك. بس ما تقلقش. قالت إنه مش هيقول لحد. ما تقلقش كيف؟ زمانه قال الحرب دلوقتي. أنا عايز تروح بيه! أنت وريت تروح بيه لما تطلع دلوقتي! صفيه ازيك يا عم؟ اه افتكرت اني ليك عمه. انت انا جايه اصالحك بخبر بمليون جنيه. خير؟ عارفه مين جات لنا حبله في العياده؟ مين؟ مهجه بنت العمده. عارفه مين جوزها؟ ضايع. صح الكلام ده؟ هو انا هكدب عليكي؟ انت انا لحم اكتفي من خيركم انت وابويا الحاج. داركم هو طاري. انا شفتهم بعيني. بس طايع لازم يطلع يا باشا. طايع اللي مبلغ الحكومة عنك انت والعمدة. لا حكاية الحكومة دي ما تخافش منها. طايع خلاص بقي في طوعي. انا لو دراعه ما يقدرش يفرفص طول ما لحمه تحت ضرسي. ايه الحكاية يا حربي؟ انت اللي بيدوس لك على طرف بتمحيه من على وش الارض. ما هو طايع طلع دلال يا باشا. انت مصدق الكلام ده برضه؟ ايوه مصدق. المقبرة الملكية اللي لقيناها ضايع هو اللي دلنا على مكانها. وفر علينا فلوس الخواجات ومعداتهم. انا شفت الكلام ده بعيني. الواد ده ملبوس يا باشا. الله، وجاي تقول الكلام ده دلوقتي يا حربي؟ ايه؟ كنت مكمره لنفسك ولا ايه؟ ده يطلع ويطلع ويطلع. بس بقول يا باشا، في ضابط وقف لنا في الحكاية دي. يبقى ضابط جدع ويستحق الترقية. اديني درغام باشا يا ابني. ايه ده يا باشا؟ مبروك يا سراج، جالك ترقية. اتنقلت نادي الشرطة في القاهرة. جالك توصية من فوق، فوق قوي. يا باشا، أنا لا عايز ترقية ولا توصية من حد. أنا مش همشي إلا واقف ملف حربي. قدم تظلم. بس هتقدم تظلم على إيه؟ على ترقية؟ آخر فرصة ليك يا أمينة. خد باسبورك وروحي. مش ماشي. دي بلدي. يا بنت خلاص أنا اتنقلت، ولو مشيت هلبسوك قضية وهيحبسوكي. هشتغل مع الضابط اللي هيجي بعدك. ما خلاص. ما هم ضربوني بالسلوط ونقلوني وعملوني ترقية. إيه؟ هتوقع حرب وعصمت والعمدة لوحدك؟ صدقيني. أنا بكلمك زي أختي. خد باسبورك وروحي. خد يا أمين. أنا عارف إني غلطت غلط كبير، بس عارف برضه إنك كويسة، وأنا مش عايز لك الأذى. اسمعي كلامي يا أمينة، مالكيش دعوة بالموضوع ده. أعمل لها خلاص سبيل يا ابني. روما توصلي بالسلامة. الطيارة هتقوم حالا يا فندم. توصلي بالسلامة سعادتي. كل سنة وأنت طيبة. يا أستاذة الطيارة. معلش أنا نسيت حاجة بعد إذنك. يا أبوي عصمت بينفذ. طيب خد خلا سبيل وطالع دلوك. رئيس طاحي. رئيس سلطان. عزيزي يا وليد. قول لأبوك طايع اتجوز مهجة وحبلت منها. قول يا ولا يا مخبولتي. بنت أخوي شافتهم عند دكتور النساء. حبلة؟ ما جابش. اضربني واهرب. يعني إيه؟ أم جابر بلغت لنا مهجة حبلة. الحاجة. أنت متأكد؟ اضرب واضرب قوي.
عشان سلطان يصدق. حاجة استنى، ما تكلمش ابوك، لو عرف نهرب منه هيذبحنا. انا عارف هنجي فين. فواز خد امك واطلع برا البلد حالا. حربي عرف ان موجة حامل. انا هقفل تليفوني عشان ما يعرفش يوصل لي. هنضطر نستأذن عشان أمي تعبانة. رئيس حربي، ممكن أزهار تيجي معانا عشان تاخد بالها من أمي؟ ما ينفعش، ضايع زمانه جاي، وعامل له غدا معتبر، وعايزكم كلكم هنا. قوموا حضروا الغدا، قوموا. أجيب لك دواء يا حجة؟ دواء الايه؟ اي حاجه، اي حاجه. عندك اي حاجه؟ الف سلام. سلاح يا موجة. ايوه رفع عليك سلاح. امشي. عايز ايه؟ جاي عايز تقتلني؟ ولا عايز تقتل ولدك؟ ولا هتسلمني الحربي وبس؟ ولا هتسلمني الحربي وانا حبله زي ما هو عايز بالظبط؟ ها؟ ما تكتبش. عشان انا خلاص مش هصدقك. لو مهما قلت مش هصدقك. انا سمعت الضابط بوداني هو يقول انك بتشتغل معاه. ما عدتش اصدقك تاني في حياتي. ما عدتش اصدقك. ما عدتش اصدقك. فاهم؟ طب اسمعيني انا يا موج، اسمعيني بقلبك المره دي مش بعقلك. لو الدنيا كلها قالت لك ان انا ضدك ما تصدقيش. انا ممكن اموت 100 مره عشانك وانت عارفه. تفكري ازاي اني ممكن اسيكي؟ برضه مش مصدقاني. اضرب يا موج، لو هتخونيني اموت احسن. أقول لك، أنا هنزل لأبوك دلوقتي أخليه هو يقتلني. لا أنت شننت، لا ما تنزلش. ما كنتش عارفة أصدق إيه. أنا هتشنن، ما كنتش عارفة أعمل إيه. مش فاهمة حاجة. أنت مع مين؟ قولي. ليه عشان خاطري؟ أنا معاكي. أنا معاكي يا موج. زي ما كنت طول عمري. اسمعي. حربي عارف إنك حامل. وجودك في البلد دلوقتي خطر عليكي. إحنا لازم نمشوا. لازم نمشوا يا موج.
هنفضل مستنيينه الميتة. زمانه جاي. ده الخن بتاعه. الخن بتاعه؟ وعرفت منين؟ عيب عليك. أزهر قالت لي. أزهر قالت لي؟ طب هو فين ضايع؟ قلت لك جاي يا سلطان. اضحك علي. اضحك عليك ايه يا مجنون أنت؟ هو أبوك هيسكت لنا لو عرف إن طايع هرب. أنا أكلمه. أبوك لو عارف إن إحنا خبينا عليه هيتجنن علينا. أبوك هيقتلك. هات تليفونك. هات. دوخه عامله ايه؟ هدي اكتر حاجه تعبانه. اصحى من النوم كاني ماشي على ميه بنها. وانت لسه شفتي حاجه؟ ده لسه لما الواد هيجي هيعذبك هيطلع شكي. عاوزه تسميه ايه؟ سميها عاوزه بنت. لسه انت واد ولا بنت؟ كل اللي هيجيبه ربنا كويس. صح الدنيا بتضيق على الخايف وبتوسع على اللي بيدور. كل حاجة كنت خايف منها كنت لما أفكر فيها أقول على نفسي موسوس. خلاص جربت يا موجة. حاسس إني بتقطع 100 حتة. عاوز أحميكي وعاوز أحمي أمي وأختي وفواز. نفسي أنام ليلة مطمن. وأنا كمان شايف الناس دي كلهم عارفين رايحين فين إلا إحنا. هيفضل الخوف ملزمنا طول عمر. يا بخت اللي بينام لما بيغمض عينه وطاير. طمن يا موج. ربنا عالم بالحال وغني عن السؤال. يا حسن! الحقني! موجة اتخطفت! حرب. دماغي. الصداع. الصداع حيفلك دماغي. أنا لازم أروح. لما طايع يجي ما تخليهوش يتأخر علينا يا ريس حربي. بالإذن. احميك يا ولدي. خلي بالك أنت من نفسك يا فوز. يا معين يا معين على اللعين يا رب. أزهار تعالي يا بنت يا أختي. تخافش علي. اهدي واستر. ده الرئيس حربك بعد يدك. يا معين على اللعين يا رب. على فين إن شاء الله؟ محدش يتحرك من مكانه. محدش فيكم هيروحوا في حتة. يا بوي خبر إيه؟ البيه البيه كان بيضحك علي. ابوي بيقول اي كلام. اكتم يا مهجة وطايع اتجوزوا او حبل كمان. والبيه البيه كان بيتوهني لحد ما هرب طايع. مهجة حبلت وطايع فين؟ ضيعوا مهجة فين يا فواز؟ انطق ورايا لحد مغارة حرب. عاوز اشوف دم. مهجة انت فين؟ حرب بس شعرب انك انا كويسة يا ابوي ما تقلقش. انا مش مع حربي. رحت فين؟ تطلع كيف من غير حراسة؟ ابوي انا في اكتر حتة امان ما تقلقش. بقول لك امان كيف بس؟ قولي لي انت فين وانا جينك يا موجة. لو
انا قفلت التليفون، هو خلاص كده اطمن عشان ما يزنوش. وانا لو حبيت اكلمك اكلمك هنا على البنسيون، ما تقلقيش، الناس اللي هنا دول زي عيلتي، انا عشت كل سنين الكليه هنا. ازيك يا طاهر؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه يا رباه. اول ما كلمتني ركبت وجيت على طول. تسلم يا صاحبي. هتبات هنا الليله دي في اسيوط، وبكره الصبح هتنزلي على مصر مع قرباب وانا هحصلكم. هتسيبني بسرعه كده؟ لازم اروح له، مش هسيب اهلي يا موج. تقلقيش، مش هغيب عليكي، مش هتحسي اني اتاخرت. مش هحس بغيابك كيف؟ لو حربي شافك هيسيبك. انا خلاص هساعد حربي على الحكومه. المهم اختي ما تبقاش الضمان. مش مطمنة. طمني. حربي ما يقدرش يأذيني عشان عارف اني دلال، هو محتاجني. طيب حربي دلوقتي ما بيفكرش في حاجة غير ان هو يصلي، وقريب قوي هيعرف ان انا اختفيت، وساعتها هيبقى متأكد انك انت اللي هربت. هنعمله ايه ساعتها؟ يا موجة، يا موجة، انا مش عاوز اموت. انت الشر. انا عاوز اعيش معاك انت وولدي، بس ما ينفعش اسيب اهلي وما اروح لهمش. مش هبقى ضايع اللي انت حبيتيه لو فكرت في نفسي وبس. صح؟ ربنا يحفظك ويحفظك. طايح؟ خلي بالك على نفسك. ضايع فين؟ ما نعرفش، والله ما نعرفه. ضايع فين يا فواز؟ انطق بدل ما تشوف اختك خرجانه في دمها. طلع الحريم بره الموضوع ده، ده مش عارف الصعيد. ما تنطق ياد وبطل كتر حديد. بعد يدك عن بيتي. بس ما تعرفش حاجه سيفه. اديه ضاحي بتبج الغربه عن القرب. يا ابويا اظهروا ما حريمه ما عرفوش حاجه، ورحمة امي ما عرفوا حاجه. شكلك انت اللي تعرف. يا ابويا بقول لك هو اللي هربه. اديه ضاحي بتبيع طار اختك اللي من دمك. يا ابوي طار اختي مش معاهم. ما تسيبك بقول لك تبيع. عادي يا عم. نزل السلاح. هتقتلوا بعض قدامي ولا ايه؟ نزل سلاحك. ضحي، فواز وامي ما عملوش حاجه، ما تسيبهمش. يا ناس اقتلونا انا، اقتلونا انا وسيبوا عيالي. بس ياما لو هيقتلوا يقتلوا الراجل. كده ماشي كلامك. رئيس حربي، اهلي ما لهمش صالح بالحكايه دي. انت فين يا طايع؟ انا جاي لك في الطريق. وموجه فين؟ انا بقول لك انا جاي لك في الطريق، جاي لك بنفسي. طايع هات لي موجه وتبقى مشاكلكم انت واهلك اتحلت باقي حياتكم. انا هفديها، انا هفديها واجي لك وهفدي اهلي. انت ما تلزمنيش، يلزمني موجه واللي في بطنه. رئيس حربي، انا جاي لك في الطريق وهنتكلموا. اصبر بس. سلاحي في صدر اخوك الصغير. ها اخوك اللي دخلت نفسك السجن عشان تحميه، عايز كل ده يروح في الهوا؟ كل مهجه فين؟ انا مش هاذيها، هذل ابوها بيها بس. يا رئيس حرب، انت لو مكاني مش هتسلم مرتك بيدك. انا لو مكانك افكر في امي واخواتي. عاوز اقول له حاجه. اه يا فواز، ما تقلقش، انا مسافه السكه وهكون عندك. ما تقلقش، مش هيعمل لك حاجه. عمري ما هسامحك لو سلمت موج. احنا رجاله، ما تسلموش حريم. Oh,
بعدين يا بنت الناس، أنا صابر على حزنك بقالي شهور وانت نارك مش بتبرد. تبرد كيف وأنا كل ما ببص لك بشوف وش اللي قتل أخوي؟ أختاني اللي بذنب أبوي، حميتك ولا جدتك ولا لا؟ حضرينا يا عمتي. حضرك يا ولدي، حضرك. اسمعي كلام جوزك يا زهار. جوزي اللي متجوزني غصب؟ زهار، أنا وقفت لأبوي وإخواتي عشانك وأعملها تاني 100 مرة عشان رايدك وأحبك. لو أنت مش رايداني قوليها، وزي ما وعدتك قبل كده هتبقي حرة. أنا مقدرة اللي أنت عملته عشان يا ضاحي، بس عاوزك تقدر أنا حاسة بيه. ده أخويا الصغير، أنا اللي كنت مربيه. والله مقدر ومتحمل، بس أنت برضو لازم تعرف إن موت فواز ما كانش سهل علي. من يوميها وإخواتي بيعاملوني كأني خاين، وأنت بتعامليني كأني غريب. من ما بقيت لحالي. كفاية يا ولاد، كفاية، ما تعملوش في بعض كده.